نقدر نروح لفريق اخر، فريق متصدر في بطوله الجمهوريه مواليد 2007 اللي قدر ايضا يفوز على البنك الاهلي بثلاثيه في ملاعب الناشئين بمدينه نصر، واحرز الثلاثيه اللاعب محمد عبد الفتاح تاحه. وخلي بالكم دايما افتكروا الاسم ده، محمد عبد الفتاح تاحه، مهاجم مواليد 2007، واحد من العناصر المميزه جدا. نروح نشوف مع بعض اهداف فوز الاهلي بثلاثيه على البنك الاهلي، ونحلل مع بعض هدف هدف من اهداف النادي الاهلي. ده الهدف الاول لاعب محمد عبد الفتاح تاحه، وهنا تسديده رائعه تسكن شباك نادي البنك الاهلي على يمين حارس مرمى البنك الاهلي، تسديده قويه. ده اللي معاه الكوره محمد عبد الفتاح تاحه، واحد من العناصر المميزه، وهو قدر يحرز في هذا اللقاء ثلاثيه النادي الاهلي هاتريك، واحد من هدافي هذه المسابقه. ده الهدف الثاني، راسيه رائعه من ناحيه اليمين قدر يتعامل معاها بشكل جيد، فيها القوه المناسبه علشان تسكن شباك البنك الاهلي. الهدف الثالث برضه لنفس اللاعب محمد عبد الفتاح تاحه، واحد برضه كان من هدافي المسابقه السنه اللي فاتت، والنادي الاهلي قدر يحرز المسابقه. متابعه جيده، توقع خطا حارس المرمى البنك الاهلي، ومتابعه جيده برضه، يعني كان فيها برضه دور مهم ليه. فهو محمد عبد الفتاح تاحه اللي قدر يحرز ثلاثيه النادي الاهلي. كل التوفيق لفريق 2007، وما شاء الله عندنا فريق متصدر بطوله الجمهوريه مع الكابتن اسامه زكي.